تخيلوا يا جماعة الخير، بعد 23 سنة اكتشفت أقدم فرع ماكدونالدز في السعودية، وتحديداً في مدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلاً وسهلاً، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، ربي يحفظكم. طيب يا حبايب قلبي، اليوم جايين أقدم فرع ماكدونالدز في الرياض، أو تقدر تقول في السعودية، أنا ما أدري صراحة، يمكن ما راح أطول عليكم في المقدمة، خلونا نجرب ونشوف الطعم. الحين عشان نروح ماكدونالدز اللي هو أقدم فرع ماكدونالدز في الرياض، أو تقدر تقول أقدم فرع ماكدونالدز في السعودية، هذا هو يا جماعة الخير 21 دقيقة من هنا. حط لايك وسبسكرايب في القناة يا عيال، خلونا نوصل مليون، ما بقى شيء على المليون. أوه يا أخي، أحب الناس اللي تابعوني من كل مكان، ما شاء الله تبارك الله. هذا واحد كاتب نور يا عدنان، والله الله يحرمنا من مقاطعك، أخوك من الصومال بعد قلبي، والله والله شكرا يا بوي. في واحد يقول لي عبد الله عدنان، ايش رايك تخلي المقطع الجاي طلب اللي قدامك، يعني السيارة اللي قدامك هي اللي تحدد طلبك. والله صراحة سويتها اول، بس ما ادري، بفكر واشوف. يا جماعة صراحة بعتمد التصوير في الصباح. اول حاجة شوفوا، ما في مشاوير، يعني ما في زحمة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الحرارة، يعني تعرفون حر الرياض، يعني إذا لا طلعت العصرية والظهرية عشان أصور درجة الحرارة 48 يصك في عقلك، لكن الحين درجة الحرارة 36 ها 35، يعني يمشي الوضع. هذا بشوي بخش علي، أفتح هذه الشرطة. السلام عليكم. يا ترى الفرع مقفل، شوف بيفتحونه على الساعة 7. واقف عند الإشارة مبهي، جالس أطالع في ماكدونالدز. احنا أول ناس جينا الصباح، حينصدم الموظفين يقول إيش بو ذا، جيعان مرة ولا إيه؟ يا حبايب قلبي، وصلنا أقدم فرع ماك في الرياض، ليتس جو. احنا أول ناس طبعاً، لأن هم يفتحون الساعة 7 والحين الساعة 6:33، يعني باقي نص ساعة، نستغل الوضع يعني. ساعة كم يفتح؟ ساعة 7 صح؟ عشان طيب عادي، احنا جينا بدري. احنا جينا بدري، لازم جالس يقول يجهز، بس انه احنا جينا بدري، عادي نستنى شوي. والله ترى شيء غريب يا جماعة الخير، انه بانين ماكدونالدز، يعني شوف ماكدونالدز شركة مرة معروفة، يعني مرة كبيرة من المطاعم العالمية، بانينا تحت عمارة. شايف حتى الديكوريشن كان داخل في صالون. التطبيق يوفر لك ويسهل عليك يعني عملية البحث عن الوجبات، وكمان برضو دائما عندهم عروضات، يعني فمرة حلو. يقول باقي 5 دقائق، احنا جينا مرة بدري، انا مشكلة مرة جيعان. حط جوالك هنا، هنا على ذا. يا العلم يشحن، والله يشحن يا عيال. ايه حبيبي، قسم بالله شو؟ هذا يشحن 71%، اقدم ما في له شاحن. يا واكاي فاز. انا تدري شعبالي؟ عبالي هذا حق المنيو. بطلب يا جماعة وجبة سبايسي ماك راب بالحجم العالي، عصير فيه برتقال. أول زبون رقمك 204. هذا المبيعات خلال 24 ساعة على يمكن. يا جماعة ضيفوني سناب. ها هذا الطالب يا جماعة الخير، حقيقي 5 دقائق، يعني صراحة أول زبون وجهزنا الطلب بهذه السرعة، شيء خرافي. شوف صلاة على النبي. طبعا اعطاني صلصه باربيكيو، لما يا حباب قلبي انا طلبت لي عصير، ليش؟ لان انا صراحه انسان الحين بديت اهتم في النادي، فمشروبات الغازيه يعني صراحه ما انصحكم فيه، يعني كثير، يعني في الاسبوع مره مرتين اوكي، لكن يوميا صعبه. فخذوا يعني عندهم عصير برتقال، عصير تفاح. واو
صراحة أسطوري. الرجال قبل شوي يسألني يقول بشترك في قناتك بشوف الفلوق كيف. صراحة تدري الشيء الحلو إيش؟ إنه إحنا أول ناس فكل شيء طازة. العصير مرة طازة، البطاطس طازة، هذا يعني انقلاه قدامي حطه قدامي مزبط. أهم شيء يا جماعة الخير لا تنسون تحطون لايك واشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات، وكمان اكتبوا لي تحت في الكومنتات إيش الأفكار اللي تبغون نصورها الأيام الجاية. والسؤال اليوم، وين سافرتوا في الإجازة؟ بما إنه الحين كلنا إجازة وكذا، وين سافرتوا ولا جالسين في بيوتكم؟ والله يوم الجمعة في الشوارع فاضية. خلاص شبعت الحمد لله، اللهم لك الحمد على النعمة. صراحة الوجبة كانت لذيذة، فرع يستاهل الزيارة إذا أنت في الرياض، يعني زور الفرع وشوف. بس إيش كان بس؟ يا إت هاز مكان. يا إت هاز مكان. إيه؟ إيه نعم. 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 انجزنا اليوم. طيب يا حبايب قلبي، كذا يكون وصلنا لنهايه المقطع انا اعجبكم لا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات، واهم حاجه انشروا المقطع في كل مكان، عند اهلك اصحابك في الجروب، عندك في السناب في الواتساب، في كل مكان انشروه عشان نوصل المليون باسرع وقت ونحتفل باذن الله. حسوي احتفاليه مره كبيره. طيب يا جماعه الخير نشوفكم ان شاء الله المقطع الجايه. سنابلي سلام. خلاص قفل الكاميرا.